الأساتذة المبرزين على نطاق وطني تحت تصفيتكم مجددا هذه الدكتور داس أنجياري. أنادي على السيد سامي سليمان ممثل منظمة الإيسيسكو. أنادي على السيد إدريس الأزمي الإدريسي عمدة مدينة فاس. أنادي كذلك تحت تصفيتكم على السيدة ليلى بنيس رئيسة جمعية بوابة فاس. والشكر لكل الذين ساعدوا على تنظيم هذا الحق البهيج.